تيمز. ايوه ظاهرة، خلاص الباوربوينت ظاهر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عارفين إن المحاضرة النهاردة عن communication and hearing. What's the meaning of communication؟ عشان انتوا بتاخدوا communication برضو. What's the meaning of communication؟ أنا دلوقتي عامل بينكم وبين بعض communication ولا مفيش communication؟ اللي هو التواصل. التواصل ده فيجن ولا اوديو؟ بوث ممكن حاليا اوديو. حاليا بيني وبينكم اوديو. انتوا شايفين دلوقتي؟ لا لا. يبقى الكوميونيكيشن sometimes by hearing or vision، صح؟ واحيانا بايه تاني؟ الحواس اللي هي موجودة، واحيانا باللمس. يبقى من ضمن الحاجات المهمة في كيس فور، انتوا خدتوا كيس فور طبعا اللي احنا بناخدها دلوقتي، دي احدى المحاضرات اللي هي مكملة او بتفسر كيس فور اللي هي حالة ريم. قراتوها ولا ما قراتوهاش لسه؟ بصراحة يعني. اي قرناها دكتور. طيب عشان تبقوا فاهمين ايه المقصود ان احنا بنديكوا الكيس فور، المقصود بيها ان احنا نديكوا البيزك الاولاني اللي هو الاناتومي الفسيولوجي، وده هوضح لكم هلكم ان شاء الله في المحاضره بتاع اليوم. مي دكتور محمد عبد الحليم، اي ان تي كونسلتنت اند اي ان تي ديبارتمنت طيبة يونيفرسيتي. ذا اي ال اوز اوف ذيس ليكتشر تو ديمونستريت نوليدج اوف ذا فانكشنال لينكس بتوين سبيتش and hearing. دلوقتي لو انتوا ما سامعيني هيبقى بينا communication؟ مش هيبقى بينا communication. يبقى to demonstrate knowledge of the cognitive development of speech، عشان اوضح لكم معرفة الادراك وتطوره مع the speech. to demonstrate knowledge of the social and psychological consequences of hearing loss. ايه الـ التبعات بتاع الهيرينج لوس، ايه مشاكله، هنشوف هو ده في المحاضره. يعني الثلاث اهداف دولك هنشوف اهميه السمع، اهميه السمع بالنسبه لنا. عارفين الحواس الخمسه ولا مش عارفينها؟ ايوه ده معروف. طيب ايه هم الحواس الخمس؟ سمع وبصر. سمع وبصر. شم ولمس. شم وتذوق. تذوق. تذوق والشم. وسمع وبصر. واللمس. دولك اللي معروفين. ولعل برضو في حاسة تانية اللي هي معروفين مش عايزين نتكلم عليها. مين بقى سيدة الحواس دولك كلهم؟ مين أهم حاسة سيدة الحواس؟ السمع. السمع طبعا. السمع لأن مشاكله كتير لو فقدناه، إنما بنلاقي ناس فقد البصر. البصر طبعا جميل بالنسبة لنا، الجمال كله بنشوفه بنترتاح ليه النفس، إنما السمع مهم. واحد ما بيسمعش بيبقى معزول عن العالم، ما بيعرفش يعمل كوميونيكيشن كويس، إنما الكفيف بيتعلم ولا بيتعلمش؟ بيتعلم. إنما اللي ما بيسمعش بيقدر يتعلم؟ لا كله لا، بيبقى صعب التعلم، بيبقى بيتعلم ببدائل تانية. طيب تعالوا نخش كده. What's the meaning of communication? Means exchange of meaning and ideas between two parties. Parties اللي هو يعني شخصين هنتبادل الأفكار والمعاني ما بينهم. بفيربل and non-verbal communications
The term verbal communications refers to performance in everyday social interaction through the complex speech and language interactions. يعني كل يوم احنا بنتكلم اهو، انا بديكم المحاضرة النهاردة، فيها interaction ولا ما فيهاش interaction؟ واحد رايح يشتري حاجة من البقال بيسأل عليها وهكذا. This complex symbolic human communicative ability is specific to mankind. دي خاصية ربنا خلقها للبني آدمين إن هم يتواصلوا بالكلام. بنشوف حيوانات بتكلم بعضها، أو إحنا بنشوف حد بيتكلم زينا، لا دي كانت خاصية لسيدنا سليمان وما شفناهاش هنا، صح؟ في لغة ما بين النمل وما بين الحيوانات، في لغة. The human child is born with a structure prerequisites for communications which need only triggering stimulation from the environment. كل واحد مننا بيتولد وعنده المؤهلات بتاع الكوميونيكيشنز، بس محتاج تحفيز، والتحفيز ده من الانفايرمنت والتعليم اللي احنا بنعلمه. ادي الشخص اللي بيتكلم، وادي الشخص اللي بيستمع. اللي بيتكلم بيديني صوت يروح للإير، يروح للإير، الإير تسمعه يروح للبرين، البرين يفسره للمستمع. وده اللي بيتكلم المخ بيشتغله ويروح يقول للسان انطق بكذا، زي ما أنا بنطق دلوقتي وأنا متعلم القراية والكتابة، عشان كده بنطق لكم، متعلم ان انا اوضح لكم واحرك السهم، وسامع نفسي كمان عشان لو قلت كلمه غلط ارجع اصلحها. بيحصل ولا بيحصل شيء؟ يبقى ده السبيتش تشين اند اللي هو الكوميونيكيشن سايكل ما بين واحد بيستمع واحد بيعمل. The human specific property refers on the functional and structural integrity of the phonatory and articulatory system. ده نظام لإحداث الصوت والارتيكوليشن اللي هو بيدينا التركيبات اللغوية بتاعتنا، اللي هو حركة اللسان وحركة الحنجرة، عشان يديني الكلمات بألفاظ محددة ومخارج حروف. ده مسؤول عنها الفوكال كورد والتنج. يبقى الصوت ده بيخرجه مين؟ الأحبال الصوتية الفوكال كورد، والفوناتري اللي هو اللبس والتانج، as well as the complex symbols language system encoded in the brain. دولك اللي هم ايه؟ البرين بيديني بيحلل الشفرات بتاع الكلمات دي، ان احنا متدربين عليها، معناها ايه؟ تعلمنا اللغة الانجليزية وعرفناها. الفرنجيال ماسلز تيوب فروم لاركس تو ذا ليبس انكلودينج النيزال باسج. يعني انا لو كتبت مراخيري كده هخنف، هتقولوا ايه اللي غير صوتك يا دكتور؟ يبقى عنده انسداد بالانف، يبقى من اول اللاركس لحد النيزال باسج دي كابلد تو ذا اورال تراكت باي ذا فيلم لحد اللهاء لحد الفم. ده كله بيكونني الفوناتري and articulation. Focal tract takes on many different lenses and cross sections. This is accomplished by moving of the tongue, lips, jaw. اللنس بتاع المسافة دي كلها 17 سنتي. Cross sectional areas of up to 20 سنتيمتر كيوبيكال سنتيمتر. الاكتوال اكت اوف برودوسينج ذا ساوندز فروم ذا فوكال تراكت اندر ذا سنترال لانجويج. البرين هو اللي بيتحكم في الكلام اللي احنا بنتكلمه دلوقتي. البرين هو اللي بيقول لي اشرح الاصوات دي، عرفهم اتكلم الحته دي. يبقى السبيتش برودكشن مرتبط بمين؟ بالبرين. فسبحان الخالق، شوفوا سرعة البداهة والسرعة، الكهرباء اللي بتمر هنا بالنانو ثانية اللي هم اكتشفوها حديثا، الكهرباء اللي بتمشي من هنا،
البرين يقول للسان اتحرك العضلة دي وتحرك العضلة دي عشان ايه يديني الكلمات وانتوا تفهموها. اللانجوج دي encode symbol system in the brain. prerequisites of normal language development لازم يكون الإنسان فاهم المنتاليتي بتاعته تكون intact عشان يعرف يتكلم. ايه المطلوب؟ لازم يكون عنده مخ. المخ اللي هو بيتكلم بيه ده لازم يكون سليم, intact brain function. ما نجيش على واحد لسه immature أو عنده مشاكل في مخه وأقول له اتكلم مش هيعرف يتكلم. فاهمين المقصود بالعبارة دي؟ الـ intact sensory channels الـ hearing لازم يكون بيسمع. لو ما سمعنيش ما مش هيعرف يتكلم ولا هيدي لغة. انتوا لو ما سمعيني دلوقتي مش هتعرفوا تردوا عليا ولا تقدروا تكلمون. انما ممكن نتكلم بطريقة تانية. هي ايه؟ لغة ايه؟ الإشارة, الجسد, الإشارة. yes intact psychic state attention الانتباه. اكون منتبه. في بعضكم مش منتبه دلوقتي, بيحصل ولا بيحصلش؟ احيانا بنسرح احيانا. لو مش منتبهين يبقى مش هتفهم المحاضرة, يبقى اللغة بتاعت المحاضرة دي مش موجودة. الـ environment stimulation. language disorders are language impairment in which the child does not follow the normal scale of language maturation. يعني انت اقول ان ده مريض باللغة او اصم ابكم لما يكون اللانجوج بتاعته فيها impairment, لما يكون النورمال سكيل بتاع اللغة ما كملش. طيب ايه الاتيولوجي بتاع delayed language؟ ايه اللي بيأخرها؟ brain damage, hearing impairment, psychiatric causes. احفظوا دول ماشي. ممكن يجي سؤال اختياري. brain damage, diffuse localized minimal sensory deprivation, hearing impairment. يعني اقول the following is a sensory deprivation etiology for delayed language development, hearing impairment. psychiatric causes for delayed language is autism. الاوتيزم اللي هو التوحد تسمعوا عنه اكيد. والattention deficit hyperactive disorders معناه فرط الحركة والنشاط, والطفل يبقى عنده فرط حركة ونشط جامد قوي ويبقى عامل مشاكل في البيت من كتر الحركة بتاعته. environment deprivation, واحد ما عندوش وسائل تعليم ولا حد بيعلمه ولا حد بالكلام ده. idiopathic specific language impairment, واحد كده من عند ربنا ما بيعرفش يتكلم. ايه اللينك ما بين الهيرينج والسبيتش؟ الهيرينج is intimately tied to the development of language. لو ما سمعناش مش هنعرف نتكلم, وهنقول لكم معنى العبارة دي في المحاضرة التانية. زي حاجة كده موجودة عملوا تجربة عليها وعملوها اللي هي القوقعة بتاعتنا. واللانجوج اكتسبها انا خلاص عرفت لازم يكون عندي السمع موجود. لو ما عنديش السمع مش هعرف اتكلم منذ الصغر. لازم اتولد وانا بسمع. عارفين احنا بنسمع امتى يا شباب ولا مش عارفين؟ ها يا بنات. في السكند برايم مينستر. سكند يعني انت رايت راين صح؟ ايوه انت رأيت رأيين. بنسمع الجنين بيسمع هو بطن أمه. عشان كده كانوا بينصحوا الناس ان هم لما الأجانب ينصحوا بموسيقى واحنا نقول لهم سمعوا قرآن. ووجدوا ان اللي بيسمع قرآن وهو بطن أمه اللي بتقعد تسمع قرآن ممكن بيسمع قرآن بيبقى سهل عليه حفظ القرآن. الريدنج, الليرنج, الاموشنال, السوشيال سكيلز دي كلها مطلوبة للغة, ان انا اكتسب لغة. الهيرينج فانكشن, الاناتوم بتاع الاير والهيرينج اند اورجان والاوديتوري باس واي اكيد انتوا خدتوه صح؟
صح خلنا دكتور. What we do with what we hear. ده الـ reaction بتاعنا الـ frequency spectrum of familiar sounds. أدي الأناتومي بتاع الـ ear مش هشرحه. ماشي؟ وأدي بقية الـ ear مكونة من كم part؟ three parts. External ear, middle ear, and inner ear. تمام يا شباب؟ وده الكوكيلا. والكوكيلا فيها حاجة اسمها organ of Corti. والorgan of Corti مستر كورتي ده قال الorgan of Corti ده transducer. عارفين المحول الدينامو بتاع العربية؟ الدينامو اللي بيولد البطارية كهرباء شاحن، بيحول لي طاقة الحركة إلى إيه؟ بيحول لي الحركة إلى إيه؟ إلى كهرباء. عشان توصل للإضاءة اللومة لازم تحتاج كهرباء، كذلك السمع البرين لازم يحتاج كهرباء. فالسمع عشان يتحول من حركة، الصوت بتاع اللي بيوصل لكم ده بيعمل حركة للأذن بتاعتكم، بيضغط هواء بيضغط على الطبلة، صح؟ وما يضغط على الطبلة بيحرك للأوسيكلز، والأوسيكلز توصل لي للأورجن أوف كورت اللي هو في الكوكيلا، وتحول لي الحركة دي إلى كهرباء وشفرات كهربية يقراها البرين عن طريق الأعصاب الثامن، وهو ده الهير سيلز، ودي الأورجن أوف كورتي اللي أنا شرحته لكم. ده حقيقة يكون شرح لكم في الفسيولوجي. شرح الديوتري باسوي من أول سبايرال جنجليون الكوكيلا نيكرايد سيبيرون بوليفري كومبلكس للإنفيرير كوليكلس للاترال لمينيسكس، دي كلها أوديوتري باسوي. خدتوه ولا ما خدتوهوش؟ ايه اخدناه يا دكتور. اخدناه. ماشي. والميديال جينيكوليت بادي، والاريا بقى اللي في الكورتكس دي اللي هي 41-42 اسمها ايه؟ برايمري ديتري. يس فورنكس اريا. وعندنا الارياز دي تعرفوها. Hearing and speech. What we do with what we hear. إيه اللي احنا بنعمله مع لما نسمع حاجة. شايفين البرين اللي بيحصل فيه الحاجات دي كلها. من أول الأوديتوري أسوسيشن. الأوديتوري أتنشن. بنتبه للدكتور عشان هشوفه إيه في المحاضرة. ده هيجيب لنا سؤال وركز معايا يا ابني. مش هو ده اللي بيحصل من الأساتذة؟ الأوديتوري ميموري اللي أنا سمعته بخزنه عشان أقوله بعد كده. البليندينج الماسك سيجمنتيشن الأوديتوري فيجر جراوند الأوديتوري سيكويشنال ميموري دي كلها اللي هو التوالي بتاع الكلمات الديسكريميشن. مش أحيانا مين اللي عنده جدة كبيرة أو والده كبير أوي، أحيانا أنت تقول له أنا رايح حتة فلانية يقول لك معنى قريب لي. واحد يقول لك هات الشنطة يقول لك أنت بتقول بطة، هات القطة يقول لك أنت بتقول بطة. يعني الكلمات اللي هي الحروف بعض الحروف بتسقط منها، فدي محتاجة discrimination. عرفتوا معنى discrimination يعني إيه؟ اللي هو تفسير المعاني بعض الحروف. ده من الأول سنتر. Where we hear speech. الصوت بتاعي ده ليه انتوا بتسمعوه؟ ايه خصائص الصوت؟ في خاصيتين للصوت. اللي فوق ده اسمه ايه؟ ايوه ده الفريكوانسي. اكسلنت. مين اللي بيقول لي كده الفريكوانسي؟ محمد. ماشي يا محمد. بص يا محمد، ادي الفريكوانسي اللي انت قلت عليه عملوه على تشارت. وادي اسمها ايه تاني الخاصية التانية اللي بالديسيبل؟ intensity. excellent. شايفين البني ادم بقى بيسمع من كام لكام هيرتز؟ ادي المجال الهيرتز. الهيرتز دي عبارة عن ايه؟ الفريكوانسي عبارة عن النمبر بتاع الويفز اللي ما تروح على ودنك وتضغط عليها. البني ادم بيسمع من كام لكام؟ 20 ل 20. طيب والانتنسيتي عن 0 ل 80. أيوة. عدد
هذا لا لا كمل كمل البني آدم اسم. ايوه المريح للبني آدم، انما انا لسه هقول لك ان المريح قوي امتى، انما لحد 140 احنا نسمع، وبعد كده بيبقى الايه زي الطائرات الخارقه لصوت ما نسمعش صوتها. يبقى من زيرو يعني من دبه النمله، مش في ناس يقول لك بتسمع دبه النمله، من فوق الزيرو على طول في ناس بتسمع. ماشي خلاص، يبقى عندنا النورمال من 20 الى 20000. فعملوا مين ده الشرط اللي هنشرحه لكم ان شاء الله السنه الجايه. ماشي، والديسيبل اللي هي شده الصوت مهمه جدا، لان بني ادم المريح لي والطبيعي يسمع ما بين الزيرو وال25، ما بين الزيرو وال25 ده الطبيعي. كلنا بنسمع صوت الثلاجه، كل اللي في البيت بيسمع صوت الثلاجه، الجده الوالد الوالده ممكن لا. لا انما احنا كشباب ممكن نسمع لو السمع بتاعنا ما فيهوش حاجه، بيحصل تشينجز في الهيرنج مع الاولد ايج. فالثلاجه صوتها بيبقى موجود موجود هنا. شايفين حفيف الشجر؟ كل الناس بتسمع حفيف الشجر؟ لا لا، بس هي هاي فريكوانسي. الثلاجه هنا في المكان ده من 10 ديسيبل ل 20 ديسيبل في اللو فريكوانسي، فممكن حد ما يسمعهاش. شايفين الكونفرسيشن بتاعتنا من 40 ل 50 اللي انا قاعد اكلمكم، لا انت قاعدين توشوشوا بعض، انا بتكلم لحد 50 ديسيبل 60 ديسيبل وانتوا سامعين البيانو، رنت التليفون القديم بتاع زمان. ماشي، الدباب، الدباب بيكون موجود في الحته دي، وصوت الدباب موجود في لا لحد 90 و100. شايفين الطياره عند 120 بتبقى متضايقين. الدريلينج اللي عند الهرم، عارفين الدريلينج اللي هم الناس اللي بيشتغلوا في الحفريات والكلام ده؟ ماشي، ده مجال للسمع، ده اللي احنا بنسمعه. لو هو البني ادم ما سمعش اللي عند ده يبقى عنده فقد للسمع. نزلنا من المستوى ده يعني ما بيسمعش الحاجات دي ونزل هنا يبقى عنده فقد للسمع. نزلنا من النورمال للميديوم الهيرينج لوس للتاني. ايه اللانجوج فانكشن؟ وات از لانجوج؟ السيوريز بتاع اللانجوج، اللانجوج اند كوجنيشن، اللانجوج ستراكشر، السنترال لانجوج كنترول، النورمال هيرينج، اللانجوج ديفلوبمنت. معايا؟ معاك دكتور. وايه الكونسيكونس اوف هيرينج لوس؟ What is the language؟ اللانجوج دي قلنا حاجة يونيك للهيومن بين، يعني حاجة مثالية أو متميزة بس للهيومن بين. الهيومن بين اللي هو ربنا خلقه بيديله سيستم في البرين encoded symbols يقدر يفسرها. يبقى أنا بستخدم اللانجوج encoded symbols بتاعتنا عشان أعرب بيها المعاني. اللانجوج uses symbols which are لما sound and gestures. عارفين gestures الإيماءات، واحد يهز راسه يمين وشمال بتعرف إن هو رافض صح اللي هو nodding، أو أكتب لكم على الواتس كلمات بتقدر تفهمها، أو أبعت لك ضحكة. مش بيحصل الكلام ده؟ الأكشنز الideas refer to certain objects or ideas. Language is generative, which means that symbols of the language can be combined to produce an infinite number of messages. يعني الجنريشن ده ممكن ندي من خلاله رسائل. أنا بديكوا دلوقتي عايز أعلمكوا، أعلمكوا يعني إيه الهيرينج، وأعلمكوا يعني إيه الأناتوم بتاع الإير، كذا رسالة أنا بوصلها في المحاضرة صح؟ ذكرتكم بالاناتومي وذكرتكم بالفسيولوجي، دي رسائل المقصود بها من اللانجوج اللي انا بتكلم بيها صح؟ طيب حد دلوقتي معايا ولا مليته؟ لا معاك لا معاك ابدا.
طيب اللانجوج اكوزيشن، في ناس بيقول لك ازاي بنكتسب اللغه دي، فبداوا يعملوا سيري. احنا هنقولها من 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 باب المعرفه، انما السيري بيقولوا لنا اللي هي النيتشر طبيعه، والنارشر اللي هو التنشئه بتاعتنا، والميكسد انيت واكوايرد. النيتشر الطبيعه بتاعتنا البيئه اللي بنتعلم فيها، نشأنا فيها، بيئه فيها ناس بتتكلم فيها ناس كذا، يبقى ده التنشئه بتاعتنا. نفس النظام، الانسان خلق بفطرته ان هو يتكلم، صح؟ الطفل الصغير اول ما بيتولد بيطلع صوت، بيحصل ولا بيحصل شيء؟ الصوت ده بيحتاج articulation وبيصرخ وبيعيط، حتى وهو صغير وكان ده ولسه ما بيعرفش يتكلم بيصرخ، يبقى ده برضو من ضمن اللانجوج. طيب النتشر، الاكوايرد انفيرمنت، ليرنينج، والميكسد. الريسيرش اكسبلينز ذا انفلونسز اوف هيرينج اور لانجوج اكوزيشن. تاثير المحاضره بتاعت النهارده هنوريكم الهيرينج لوس بيعمل ايه. While others emphasize the biological influences, هنشوف واحد environment influences on language acquisition. بيعتقد إن language is acquired through principles of conditioning, including association, emission, reinforcement. أدي أول واحد بيعتقد environment بتأثر إزاي. في واحد تاني اللي هو مستر نعوم تشوفسكي، وده بيعزو الأمر بتاع البرين إن اللانجوج بتاعتنا المكتسبة من البرين أن إنانيت إن أنيت ميكانيزم أور بروسيس ذات ألاوز تشيلدرن تو ديفولب لانجوج سكيلز. دي نظريات السمع، هي مش مهمة قوي يعني عشان ان انتوا تعرفوها، بس تفهموها عشان يعني ايه تفهموا ان احنا ازاي بنتكلم. طيب البيولوجي and environment both opinions human have an innate capacity for acquiring the rules of language and they develop language skills through interaction with others rather than acquire and knowledge automatically. تعالوا نعرف ايه اللغة والإدراك. الكونجيشن أو السينكينج التفكير بيشمل المينتال أكتيفيتي، يعني أنا بفكر في الحاجة الأول وأدرك الحاجة دي ايه وأقول الكلام اللي أنا هتكلمه ايه. أحيانا بنغلط في الكلام وبقول لك أنا عقبال ما بتعلم الكلمة وانطقها صح والكلام ده، دي محتاجة تريننج كتير، وهو ده اللي بيفرق المستوى بتاعنا برضو، ان احنا بنتعلم صح ولا بنتعلم غلط، بنكون عندنا attention للمحاضرات ولا لا. الحاجات دي كلها مهمه. When human seem they manipulate mental representation of objects actions events. وقت ما بيفكر البني ادم بيبتدي يعمل اشياء تبقى مفهومه وافكار ويدينا مبادئ ويدينا تعريفات للحاجة اللي هو يقصدها. آدي اللانجوج وآدي التفكير وآدي الكوجنيشن الإدراك. إيه السيرز بتاع كوجنيتيف ديفلوبمنت؟ مستر باجي بيقول إن the children cognitive skills unfold naturally as they mature and explore their environment. بيعزو ذلك إلى صوت comes before language. لازم الإنسان يفكر قبل ما يتكلم، هو ده cognitive development. طب he proposed that children thinking goes through series of four major stages اللي هو
سنسور موتر يعني من البيرس بتاعه والبري اوبريشنال ستيج من سن 2 إلى 7 سنين والكونكريت اوبريشنال ستيج من 7 سنين إلى 11 دي مرحلة عمرية مهمة. إنما المرحلة الذهبية اللي هي من بعد سنتين لو الإنسان ما سمعش بعد السنتين دولك لحد 6 سنين هو دلوقتي حتى من بيقولوا من شهور والله بيفقد اللغة بتاعته والتواصل بتاعه وبيبقى على المجتمع. former operational stage من فوق 11 سنة. طيب احنا هنخش في نظريات بس يعني ايه انا هاجلكم على المهم. اللانجوج بتاعتنا زي ما احنا قلنا في الاول فونولوجي الحمد لله فونولوجي اند مورفولوجي. فونولوجي يعني بتكلم ومورفولوجي كلمات بتدينا سيمانتكس وات ووردز مينز معاني تديني سنتكس أكتر من كلمة مع بعض بتديني جمل بتديني براجماتكس عارفين البراجماتسية. ففي حاجة اسمها الفينوم. الفينوم ده السمولست يعني بديك أقل حاجة تفهم منها. بعد كده في مورفيم السمولست مينينج يونت يعني دي حاجات من الفينوم ده هو سمولست ديستينجشبل units in the language أصغر حاجة في اللغة زي أصوات أي حاجة موجودة تقول ده صوت كلب ده كذا كذا. بعد كده أصغر معاني unit من language زي words meaning parts dislike وهكذا like دي كلها morphs كلمات أصغر معنى كلمة. وبعد كده syntax system of rules that govern how words can be meaningful دي جمل بقى بتدينا معاني وبتدينا بتشرح لنا حاجات كتير. وآخرها بقى الايه vocabulary is knowledge of the meaning and pronunciation of words بديك مقاطع وجمل كاملة عشان نفهم زي أنا كم مقطع دلوقتي شرحته لكم فهمتوا منه 10% كويس ما فيش مشكلة. نمتوا ولا لسه مسهلين معايا؟ لا معك معك يا دكتور معك عشان احنا قربنا نخلص. يعني النظريات دي صعبة وعلى فكرة ده مش تخصصي يعني اللي أنا بشرحه لكم ده مش تخصصي. أنا جراح أنف وأذن ده تخصص التخاطب وده تخصص مساعد للأنف والأذن. فالنظريات بتاع التخاطب دي بتوع التخاطب هم اللي بيتعمقوا فيها. Central language control اللي هو cerebral domains في 90% من الناس مش من البيشنس من الناس الرايت هاندد ماشي بيكون ليفت هيمسفير و75% من الليفت هاندد دول ديسبلاي ليفت هيمسفير دومينانس فور سبيتش يعني الناس اللي هي بتكتب بايديها الشمال ماشي سوري بايديها اليمين 90% من الناس بيكتبوا بايديهم اليمين بيكون ليفت هيمسفير هو اللي متحكم فيها. عارفين دي ولا مش عارفينها؟ مش خدتوها في الفسيولوجي؟ ايوه عارفين اليمين 75% من 90 اللي هم عندهم دولك ماشي اللي هم الليفت هاندد بيكون عندهم الليفت هيمسفير دومينانس فور سبيتش 75% من 90 يعني انا اعتبر 90% من دولك 100 مثلا 75 واحد منهم السبيتش المركز السبيتش بتاعته فين في الناحية الشمال وممكن التاني بقى يبقى ميكسد بايلاترال ريبريزنتيشن
right hemisphere is comparatively rare and seen in no more than 1 إلى 2 من البوبوليشن. ودول بيبقوا يعني اللي هم بيكتبوا بإيدهم الشمال اللي هم الأشول. وهتلاقوا مثلا في كل دفعة واحد بس. فهي نسبتها من 1 إلى 2% من البوبوليشن. Cerebral dominance. تعالوا نشوف الليفت هيمسفير في الرايت هاند. رايت هاند كنترول صح؟ spoken language, written language. السكيلز بتاع الماث scientific skills reason. تعالوا نشوف صاحبنا الرايت هيمسفير اللي هو الرايت هاند انا الليفت هاند بيرسون سوري يعني دي مكتوبة غلط يعني الار دي حقيقتها ال ليفت هاند كنترول بيعجب بالموسيقى ميوزك اويرنس ارت اويرنس فنان 3 دايمنشنال اويرنس البصيرة والتخيل عنده عالي جدا. السنترز اللي في البرين خدتوها انتوا في الفسيولوجي مش هنشرحها تاني. البروكاس اريا الرينكس اريا الانجولار جايروس حاجات دي كلها لازم تكون عارفينها. هو المسؤول عن الريدنج هنا كومبرهنشن هنا سبيتش برودكشن اند ارتكوليشن بروكاس اريا. يبقى لما يجي لكم سؤال مين اللي مسؤول عن السبيتش برودكشن وارتكوليشن ها اريا رقم 4 اللي هي البروكاس اريا صح اللي مسؤول عن ال كومبرهنشن اللي هو البوستيرور language center اللي هي رينكس اريا والريدنج انجلر جايروس. بصوا بقى النقاط اللي جايه دي هي المهمه وهي اللي انتوا ايه حقتكم تعرفوها هتاخدوها في الاطفال ان شاء الله لما تكبروا وانتوا بتعرفوها من دلوقتي. الفيرست امبورتنت تيوس أول سنتين دولت مهمين بالنسبة للبشر ومهمين بالنسبة للطفل اللي بتولد. The first 2 years is the time during which hearing develops. يبقى مهم إن أنا أتابع الأطفال من ساعة الولادة. من أول ما يتولد الطفل أشوف السمع بتاعه. عشان كده أول ما بيتولد دلوقتي بنعمل screening للسمع. بيودوا الأطفال دلوقتي يخش زي ما بياخد تطعيمات يعمل سكرينينج للسمع. يبقى مهم جدا الهيرينج لاكتساب اللغة. يبقى for the language acquisition because their brains are twice as active as those of adults. الطفل الصغير البرين بتاعه active ضعف الأدب. It is important for parents and the community to recognize the signs of hearing problem. نكتشفها بدري. عشان كده جايبين لكم مين؟ ريم طفلة. لازم نكتشف المشاكل السمعية اللي عندها. النيورونيتال هيرينج سكرينينج تيست. ده بنعملها دلوقتي. ده حاجة إجبارية. وزارة الصحة بتعملها. Here is guide of normal hearing and language development by age through the first 4 years. Prenatal stimulation, human fetus process, rudimentary hearing from 20 weeks of gestation, الأسبوع 20. This hearing will develop and mature during the remainder of gestation. 17 أسبوع المتبقيين مش هم 37 أسبوع أو 36 أسبوع متبقيين دولك بيحصل development هيك. إنما بيبتدي منين؟ من الأسبوع 20. طيب أول ما يتولد لحد 6 أشهر بيبتدي ها startless to sudden or loud sound. أما يكون أصوات عالية عنده تلاقيه يتهز كده الجنين. Begins to localize sounds with eyes or head movement. أما يكبر كده شوية كذا شهر ندى عليه 6 شهور وندى على اسمه
اللي احنا بنعودين عليه او اعمل اي صوت جنبي وبص بعينه smiles when spoken وقت ما تكلمه يضحك لك interests in different sounds يقعد ينتبه كده بعد الكلام trials with making own sounds بيحاول يعمل بعض الكلمات cognize familiar voices يعرف صوت الأم ومن صوت الأب notice toys that make sounds الألعاب اللي فيها أصوات بيحاول إن هو يبص عليها ده سن لحد سن 6 شهور أكبر من 6 شهور turns his or her head in all direction يقعد يلتفت للأصوات في أي اتجاه shows an interest in the person's voice or particular sound يبقى منتبه لصوت الشخص اللي بيتكلم begins to understand بعض الكلمات by بابا understand no and hot يعني أقول له لأ يبتدي يفهمها أقول له سخنة يبتدي يرجع إيده زي ما أنا برجعها بيحصل ولا بيحصلش بيحصل أطفال سنة ابعد إيدك عشان دي سخنة بيبعد إيده responds to simple request يستجيب لبعض الطلبات البسيطة تعالى تمدي له إيدك يجي understand and respond to own name يبتدي يفهم اسمه recognize words for common items دي كوباية ده عصير وهكذا طيب من سن لسنة لسنة ونص بيعرف بعض أجزاء من جسمه دي نوز ذا ماوس ذا اي ريبيتس ساوندز ذات بيرنتس ميك يبتدي يقلد بابا وماما words began to form the puppy imitate individual words بعض الكلمات يقولها إكليليا and جورجيا إكليليا يعني يعمل يردد الكلمات بيعرف حوالي 50 كلمة بابا ماما أمبو أشرب يعني حاجات زي كده الحاجات اللي احنا ضربت بنقول حوالي 50 كلمة كان يوز أراوند 20 words يقدر يستخدم حوالي 20 كلمة في السنة ده. طيب سنتين ريسبتيف فوكولاري حوالي 300 أو أكتر من الكلمات يبقى من 300 أو more words non several body parts يعرف بيت أجزاء جسمه كان usually speaks in a simple يدينا بعض الوزن عايز أشرب يدي كلمات بسيطة كده وجمل بسيطة ماشي من 200 كلمة اللي عارفهم أو 300 كلمة اللي عارفهم enjoys being greed and to and can identify and name many things in picture books يقول دي قطة يقول دي dog cat وهكذا بيحصل ولا بيحصلش الطفل الصغير السنتين لما تقول له ايه ده يبتدي يقول دي dog يقول cat وهكذا start to form two words يبتدي يكون جمل من سنتين لثلاثة عارف حاجات كتير يعرف كل حاجة 3 سنين بيستخدم كلمات في جمل أكتر من الأول بيتكلم ويسأل ويسأل أنا عايز أروح الحية طب دي الحاجة دي ليه يبتدي يسأل ماشي بيعرف من 500 ل 900 بيستخدم في الجمل بتاعته حوالي 250 كلمة start to form أكتر من كلمة في الجمل طبعا بيبقى عنده أخطاء جرامر كتير يعني وإحنا نقعد نضحك على النطق بتاعه طيب لحد 4 سنين بيبتدي يفهم وظائف الأشياء يبتدي يسمع للآخرين ويستجيب ليهم
أما تنادى عليه يجيلك understand obvious follow two and three parts commands uses words and sentences to express needs يكتب بقى ويبتدي يتعلم عشان كده بيروح الحضانة وهكذا. هذا اللينجوج هذا الفوكاليزيشن الكلمات الأولى عبارات جمل ماشي رواية قصة حدوتة نقولها بعد 5 سنين هي لغة مماثلة للكبار ما يكمل 5 سنين عشان كده بيبتدي نوديه المدرسة. شايفين من أول لحد البيرس لحد الولادة من الولادة بس يبتدي يعمل أصوات بعد كده كلمات أولية في أول لحد أول سنة من 6 شهور لأول سنة يدي كلمات أولية وبعد كده من أول سنة يدي عبارات يدي جمل يدي يحكي حدوتة يحكي قصة وهكذا. إيه توابع فقدان السمع يا شباب؟ It is well recognized that hearing is critical to speech and language development, communication and learning. بتأثر على الكوميونيكيشن والتعلم four major ways in which hearing loss affects children. أول حاجة delay in the development of receptive and expressive communication skills. لا بيعرف يتكلم ولا بيعرف يتعلم لغة. The language deficit causes learning problems. صح؟ واحد ما بيسمعش، واحد عنده تعب في ودنه دلوقتي وما سمعني هيقدر يستفيد من المحاضرة دي حاجة؟ أنا عارف إن أنتوا في الجزئية بتاع النظريات دي ما استفدتوش كتير لأنها لسه البرين بتاعنا محتاج مرة يقراها ويحلل الجمل ويعملها، بس على قد ما قدرنا فصلناها لكم شوية. إنما دلوقتي دي توابع فقدان السمع، يبقى في learning problem، في التواصل بتاعنا في اللغة والكلام مش هنعرف نتكلم، social isolation اللي هو موجود قاعد منعزل لوحده مش عارف يتكلم مش عارف يتعامل مع الناس، psychological deficit maybe an impact on vocational choice. What would you do with this a case of hearing and speech problem? نعمل إيه؟ شايفين محتاجة تكاتف، محتاجة support، محتاجة monitor، محتاجة refer، ومحتاجة assess. الحاجات دي كلها شايفين كم حاجة عشان مشكلة واحدة؟ لو إحنا حلناها في الأول الإنسان ده هيبقى طبيعي وما يبقاش على المجتمع. شايفين الريهابيليتيشن بتاع الدف، واحد دف اللي هو زراعة القوقعة دلوقتي، عارفين ممكن الواحد يكلف كام ريال؟ ها؟ يعني ممكن لو واحد دف ونعمل له تريننج نعمل له زراعة قوقعة، يعني هي ممكن توصل 2 مليون ريال في الحالات الصعبة قوي، دي أعلى حاجة يعني. إنما هي الحد من 300,000 ل 500,000 بتكلف، إنما ممكن توصل مادية ل 2 مليون ريال. هنوفر لكل واحد ديف وميوت أو اللي هو الأصم الأبكم 2 مليون إزاي؟ مين اللي يقدر على كده؟ يبقى including implantation device اللي هو الكوكلير إمبلانت، الهوسبيتال كوسس، الايديولوجيكال والسبيتش ريهابيليتيشن، الريبيل كوست، الترافلنج والتكلفة بتاع الأهل اللي بتصرف عليهم، يعني بتيجي ناس كانوا بيجوا من ينبع ويعملوا بتاع عشان المتابعة، شوف كل أسبوع كان بيجوا متابعة لمدة سنة، مكلفة ولا مش مكلفة؟ مكلفة طبعا على أسرة فقيرة، والديف دايما بيكون أحيانا في أسر فقيرة. أنا كده خلصت، بس عايز أقول لكم ليه السمع سيد الحواس؟ لأن في الأناتومي اللي أنتوا خدتوها مركز السمع فين؟ في التمبرال، بينما مركز البصر فين؟ في الأوكسيبيتال. عشان كده في القرآن دايما تلاقي
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسموع. دايما تلاقي السمع مقدم على البصر. كناحية أناتوميكال وكناحية فسيولوجية، قلنا الجنين بيسمع إمتى أو البني آدم بيسمع إمتى وهو جنين، بيشوف إمتى؟ بعد الولادة، صح؟ بعد الولادة بأسابيع، مش أول ما بيتولد بيشوف، أو جبت إيدك كده على عينيه ما بيرمش، إنما لو عملت له أصوات يتفزع، يبقى هو بيسمع. عشان كده السمع، إلا في حالة في آيات البصر مقدم فيها. إمتى؟ الشطورة اللي تقول لي ولا الشطور اللي يقول لي؟ إمتى البصر مقدم بقى على السمع؟ يوم القيامة لما نعرض على ربنا، المنظر هو اللي بيحكم الموقف. معلومات السمع اللي انتوا خدتوها مني اكتسبتوا قد ايه من معلومات؟ لو انتوا سامعيني، انت بتقولي كتير، اديني نسبة مثلا، قولي اي نسبة. ستين تقريبا. 75. المعلومات اللي انتوا بتاخدوها بالسمع بتوصل لحد 80. يعني انا بشرح لكم سمع، المعلومات اللي لو انا ما شرحتهاش ليكم المعلومات بتاعتكم هتبقى بنفس النسبة؟ لا لا، اما انت تقراها بتقعد تبحث وبتاخد مجهود ووقت. طيب، انما البصر معلوماته التأكيدية كام؟ تأكيد المعلومة، هل من سمع كمن رأى؟ أو هل من رأى كمن سمع؟ لا. لا، يبقى تأكيد المعلومة. أنتوا دلوقتي بيقول لكم الدكتور محمد الحليم اللي بيكلمكم، صح؟ وده اللي قاله لكم. لو واحد منكم قابلنا قبل كده أعرف صوتي، طيب وراكوا الصورة وبعدين اداكوا صورة لشخص آخر، مين يأكد لكم إن ده صورة الدكتور محمد عبد الحليم؟ الفيجن بتاعكم أما ظهر لكم على الشاشة أو أكون قدامكم في المحاضرة، يبقى تأكيد المعلومة 100% بالبصر. اكتساب المعلومة بالسمع أكتر، حوالي 80% منها الغلط ومنها الصح، أنت بتسمع كل حاجة. طيب سؤال، معلومة كمان هتفيدكم، ليه إحنا السمع مفرد في القرآن ودايما البصر جمع، صح؟ في الغالب بيجي البصر جمع في القرآن، إنما السمع بيجي واحد. الصوت اللي أنا اتكلمته ده كلكم سمعتوا صوت واحد ولا لأ؟ صح، صوت واحد. يبقى السمع واحد. لو أنا موجود قدامكم كل اللي شافني البصر واحد ولا مختلف؟ واحد شافني من الجنب اليمين، واحد شافني من قدام، واحد شافني من ورا، واحد شافني من الجنب اليسار، وهكذا. فعشان كده دايما شايفين الإعجاز القرآني، شافش حاجة ألا وتلاقوا فيها المعلومات. أرجو أن أنا أكون قربت لكم بعض المعلومات عن السمع والكلام، هي دي محاضرة النهاردة، اللي هو الكوميونيكيشن أو أهمية السمع للكوميونيكيشن. وضحت؟ وضحت يا دكتور، يعطيك العافية. موفقين إن شاء الله. أي سؤال نخليه بعد كده للتمرين، عليكم إيه دلوقتي؟ لسه. طيب معادنا الساعة كام؟ المحاضرة الأخيرة اللي هي الريفيو الساعة واحدة؟ الساعة واحدة، أيوة. طيب أنتوا في البيوت ولا في الكلية؟ في البيت. البيوت. ماشي، يلا.
يوم سعيد وموفقين وموفقات، وإن شاء الله نشوفكم في سنة رابعة ونشوفكم في سنة خمسة ونشوفكم إن شاء الله أحسن دكاترة. السلام عليكم.